أوكي. في المحاضرة الماضية وقفنا عند اللي هو شفنا الثري كيسز للود كونستانت كوفيشنت سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ود كونستانت كوفيشنت. شوف انا هون كاتب اللي هو طبعا ايش هوموجينيوس ما ننساش اتش هوموجينيوس اوكي سكند اوردر هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن هذه الاتش هوموجينيوس يعني متجانس يعني ار اوف اكس تساوي زيرو. راح نشوف كل الاكزامبلز اللي راح ناخذهم ار اوف اكس تساوي زيرو اوكي. شفنا الكيس الاول اذا كانت لمدا 1 ولمدا 2 غير متساويات اذا بجمع الحلين بعوض قيم لمدا هون بكون هذا الجنرال سوليوشن. ريال دبل روتس جذور حقيقيه متكرره يعني لمدا 1 ولمدا 2 متساويه يعني تحت الجذر زيرو. إذا أنا عندي هون إيش؟ راح أضرب الواي 2 في إكس، شايف؟ ضربته في إكس. هيا. أخذت اللمدة إكس عامل مشترك. يعني أنا بس بعوض قيمة لمدة هون، لمدة 1 و2 هي نفسها لمدة. أوكي، في عندي كومبلكس كونجوجيتس اللي هو الجذور اللي هو مترافقة اللي هو كومبلكس. بتكون لمدة 1 ولمدة 2 من جزء حقيقي وجزء خيالي. خيالي ليش؟ لأنه هياته عندي الجذر. ايه عفوا اللي هو جي جي اللي هو خيالي. اذا بصير واي 1 تساوي اكسبوننشال ميو اكس كوساين اوميجا اكس، واي 2 اكسبوننشال ميو اكس ساين اوميجا اكس. اذا باجي هون اوميجا اكس، شوف الاكسبوننشال اخذته من هون اللي هو عامل مشترك لان نفس الشيء بصير سي 1 كوساين اوميجا اكس زائد سي 2 كوساين اوميجا اكس، هذه واي 1 وهذه واي 2. هذا اخذت عامل مشترك الاكسبوننشال، يعني تعويض مباشر. بدي اعرف الثري كيسز، يعني لما بطلع بحل السكند اوردر بطلع لمده 1 ولمده 2 بقارن مختلفات متساويات كومبلكس. وكل وحده لها جنرال لها سوليوشن بيختلف عن الثاني. هيا. اوكي؟ نشوف الاكزامبل. عندي هون الاكزامبل اللي هو عبارة solve y double prime minus y equal zero. أوكي إحنا شوف إيش عملنا إحنا هون. في عندي y double prime هون y double prime plus p y prime plus عندي هنا. اوكي خلي احنا خلينا بلاش هذه a لانه احنا بنحكي على الود كونستانت p equal 0. هذا الستاندرد فورم تاع وذ كونستانت كوفيشنت. شوف هسه ايش انا عندي هون. في عندي دكتور نعم بس الستاندرد فورم اللي هو اي واي برايم زائد بي واي اللي هي مش مشتقه. نعم نعم اوكي هسه بكتبها مزبوط. أنا نسيت البي هون، هي لازم بي واي، نعم، أوكي، بس خليني أكمل كتابة هذه. أنا لأن كان على أساس بدي أكتب أوكي، خلينا هون إيه احنا بنحاول قدر المستطاع بالامكانيات الموجوده عندنا A plus B equal 0. ايوه انا هون نسيت الواي. نعم شكرا لك.
نبهتنا متابع معي. اوكي شوف هسه كيف بدي احول. مش احنا في عنا حكينا الاكزيلري ايكويجن انا لازم اطلع قيم لامدا هون، شايف زي ما انا مطلعها هون. اوكي فاذا هذه بدي اطلع ايش الاكزيلري ايكويجن تاعتها. فاذا طلع عندي واي دبل برايم لامدا تربيع زائد الاي كونستانت تنزل زي ما هي الواي برايم لامدا زائد بي الواي ما فيش ليش لانها لامدا زيرو واحد لانه هون شوف لامدا تربيع لامدا واحد لامدا صفر لامدا مرفوع اي اساس مرفوع للصفر يساوي واحد اذا بي تساوي صفر. شفت كيف بحولن؟ اذا تعال نيجي هون هاي لامدا هاي عندي واي دبل برايم لامدا تربيع. طب اي لامدا عندي واي برايم عندي ما عندي معناها صفر هنا اي لامدا صفر مش موجوده. ايش عندي بي واي بي واي الواي عندي ايش تنزل قيمتها البي واحد لانه انا هنا عندي بي واحد قيمتها اذا ماينس واحد هاي اذا صارت لامدا تربيع ماينس واحد تساوي صفر. مفهوم الخطوه هذه لانه كل الحل كل حل الايكويشن بيعتمد على الخطوه هذه. مفهوم كيف حولتها؟ هذه واحد هذه مش لامدا هذه واحد. مفهوم؟ اوكي دكتور بس شوي هاي هسه انا هون عندي ايش هسه هون عندي بدا مقارنه بهذه بتحولها بدلاله اللامدا. هسه واي دبل برايم لامدا تربيع عندي واي دبل برايم عندي معناه لامدا تربيع. اوكي اي واي برايم عندي هون ما عندي معناه ايش تساوي ايه تساوي صفر. بلاش اكتبها هون هسه تخربط لنفسكم. اذا هون عندي واي دبل برايم اي برايم ما فيش معناه ايش مش موجود بتعدى عنه. هسه عندي زائد بي واي عندي هيها ماينس واحد هذه بي هذه قيمة بي هذه بي اوكي هذه بي هذه هاي بي تساوي واحد صح ما هي معامل الواي هو قيمة بي معامل الواي هون قديش ماينس واحد هاي معامل الواي. فاذا ايش انا عندي بي واي عندي بي واي هيها ماينس واي اذا بتصير ايش بي اذا ماينس واحد اللي هي ماينس واحد بي. مفهوم؟ يعني هذه وين الحد اللي مش موجود صفر مش موجود يعني انا كنت اكتب زائد صفر ناقص بي ناقص واحد يعني انا لو بدي اكتبها بدي اكتب هذه هون بدي اكتبها هيك طلع هاي لامدا تربيع ماينس لا زائد هذه هون ايش الحد هذا موجود لا معناه ايش هذا هون زيرو ماينس الحد هذا موجود وينه هيو ماينس واحد هو صفر. مفهوم؟ هاي نعمل عملتها هيك هاي مقارنة هاي لامدا تربيع دعملها باللون الثاني هاي لامدا تربيع اي لامدا هذه صفر مش موجودة هذه ماينس واحد هاي في الاخر ايش هي عبارة عن لامدا تربيع ماينس واحد هذه صح لانه هذا الحد صفر هيو هذا مش موجود ما عندي واي برايم. اوكي فاذا بنيجي هون ايش بنعمل هسه هذه ايش بحللها هذه فرق بين مربعين او بمعادلة المميز راح نستخدم المميز لقدام. اذا بفتح قوسين لامدا تربيع عبارة عن لامدا ولامدا هون انا ايش عندي حاصل ضرب اللي هو عبارة ايش عبارة عن واحد وواحد واحد في واحد واحد هون ايش انا عندي زائد وماينس ماينس هسه بتشوف هناك اذا لامدا واحد تساوي لامدا ناقص واحد تساوي صفر اذا لامدا واحد تساوي واحد ولامدا اثنين تساوي ماينس واحد اذا لامدا واحد لا تساوي لامدا تو
فإذا باجي هون بعوض واحد، هون بعوض ماينس واحد، هاي هون واحد، هون واحد هاي بدي أظهره، هون ماينس واحد. إذا بتتذكر هذا الإكزامبل اللي أعطيتكم إياه إنترودكشن، هو نفسه قلت لك بعدين بنشوفه. إذا هذا جنرال سوليوشن، مفهوم؟ خلينا نشوف الإكزامبل الثاني راح تفهمه أكثر. أوكي، طلع هون كونه هنا كل الحدود موجودة. Solve the initial value problem على طول. هسا أول شغلة بعملها إيش؟ زي ما بحكي لك دائما، سكر على هذول initial value problem. أنا ما إلي شغل فيهن هذول لسه. هاي خلاص شطبناه، هذا ما إلنا شغل فيه، لا تشغل لي نفسك فيه في البداية. أول شيء بدي أوجد general solution، بعدين بفكر فيهن. هسه هون ايش انا عندي؟ لامدا واي دبل برايم لامدا تربيع، اي لامدا اي واي برايم واحد لامدا هيها ماينس اثنين واي ماينس اثنين تساوي زيرو، مفهوم؟ مقارنة بهذه، هي هنا واحد هنا اثنين نزلت هي. هسه ايش بعمل؟ هذه يا بستخدم معادلة المميز ماينس A بلس ماينس جذر التربيع إلى A تربيع ماينس 4 B على 2، حافظينه صح؟ هسا رح نستخدمه في الكيس الثالث، عشان هيك أنا هون ما بدي استخدمه. تقدر تستخدمه أو بحللها مباشرة. شو التحليل؟ بفتح قوسين لامدا تربيع عبارة عن لامدا ولامدا. هسا إيش الطرف اللي هون، هذول اللي هون الاثنين والواحد ايش هن حاصل ضربهن ماينس اثنين ومجموعهن زائد واحد بده يكون. نيجي منحط الاثنين والواحد، اثنين وواحد. هسا ايش انت اول شيء بدك هون يكون ماينس وهون زائد، يعني ممكن تجرب زائد وزائد ما بزبط لانه هون ماينس راح تطلع زائد اثنين، معناه الاشارات مختلفه، يا اما هون بلس وهون ماينس، يا اما هون ماينس وهون بلس، بتجرب الثنتين. فاذا ايش انا عندي؟ هون زائد اثنين في ماينس واحد ماينس اثنين. هسه هون عندي حاصل ضرب هذول زائد اثنين لامدا ماينس واحد لامدا زائد واحد لامدا هيها. طب لو حطيت هون ماينس وهون بلس بطلع ماينس اثنين، لكنه بطلع ماينس لامدا هون، لانه اشار الحد الاكبر بصير ماينس اثنين وزائد واحد ماينس واحد ما بزبطش. اوكي، يعني انت هون بدك تشوف الاشاره عندك بحيث انه ايش؟ انه حاصل ضربهن ماينس اثنين وحاصل جمعهن هذول الطرفين يكون زائد واحد، فبتنتبه للإشارة. إذا طلعت زائد اثنين، إذا لامدا واحد بتساوي ماينس اثنين ولامدا اثنين تساوي واحد، إذا جذور حقيقية مختلفة. إذا بعوض هون، هنا بدل لامدا واحد هون بدل لامدا واحد هي واحد إكس. جنرال سوليوشن، وجدنا الجنرال. هسا برجع هون، برجع هون بشوف شو عندي إنيشال فاليو. خلينا نشوف الإنيشال فاليو اللي عندي هاي. عندي انيشال، شفت؟ لا اشتغل نفسك في الانيشال فاليو من البدايه. اذا هسه جنرال سوليوشن عندي هذه اكس وهذه واي، هاي هون واي برايم. اذا بعوض هون 4 وبعوض هون 0، عوض هون 0 بصير هذا 1 وهذا 1، اذا سي 1 زائد سي 2 تساوي 4. هاي لما بعوضهم تساوي 4، اذا هذه كويجن واحد. طب هسه بدي اعوض انيشال فاليو واي برايم، بشتق هذا حكينا واي برايم، بدي اشتق هذه، بشتقها ايش؟ هاي مشتق الاكسبوننشال، بعرفش احنا اخذناها قبل مشتق الاكسبوننشال، خلينا نكتب لكم اياها. مشتق الاكسبوننشال ايش هي؟ عندي اكسبوننشال AX هاي
هاي مشتقتها، مشتقة الاكسبونينشال اي اكس، اذكركم فيها اذا ناسيها. ايش تساوي؟ تساوي، في حد بيعرف ايش تساوي؟ في حد يحكي لي ايش تساوي مشتقة الاكسبونينشال؟ اي القوة اي اكس ضرب اي. نعم، اي قوة اي اكس ضرب اي. شوف اي اكس، الاكس برايم مشتقة الاكس، في اكسبونينشال اي اكس، هاي مشتقته. مشتقته ايش؟ بشتق هذا الحد. ايش المشتق؟ اي ثابت. اذا بشتق الاكس، شوف مشتقته هذه في الاكسبونينشال نفسه. تعال نشتق هذه هون، هاي اذا مشتقتها مشتقة الاكس ايش؟ واحد. اذا بضل عندي ايش؟ ماينس اثنين. هاي لو بدي اشتقها هذه راح تصير ايش؟ ماينس، خليني اكتب لك اياها كالتالي. اذا هذه هون لان تحت كاتب الناتج مباشره، بتصير ماينس اثنين اكس مشتقه الاكسبونينشال ماينس اثنين اكس. هذه هون تساوي ماينس اثنين، الاكس مشتقتها واحد، اذا في اكسبونينشال اوكي مش راضي تزبط، خلينا نعمل اكسبونينشال هذا الرمز ماينس اثنين اكس. اوكي هاي هيك شايف اشتقيتها بناء على القاعدة هذه، بناء على القاعدة هذه طبقتها. بشتق هذا، هاي ماينس 2 اكس مشتقتها في الاكسبونينشال نفسه، اكسبونينشال ماينس 2 اكس مشتقة الاكس واحد، اذا بظل ماينس 2 في واحد ماينس 2 اكسبونينشال ماينس 2 اكس. وعلى هذه نفس الشيء، هون مشتقتها واحد، اذا بظل اكسبونينشال زي ما هو. شوف هيا هون تعال اشتقها هذه، هاي ماينس اثنين سي واحد، هذه ايش؟ كونستانت بس مجهول، بظل زي ما هو في اكسبونينشال ماينس اثنين اكس، زائد مشتقة هذه واحد اللي هي واحد، هاي في الاكسبونينشال نفسه، مفهوم؟ هسه ايش بعوض؟ بعوض ايش؟ عندي انا القيم x تساوي 0 y برايم تساوي ماينس 5. x 0 معناه هذه 1 وهذه 1 بصير ناقص 2 سي 1 زائد سي 2 يساوي ناقص 5، معادلتين. بحل المعادلتين. تحل المعادلتين اللي هون. طب هذه بكل بساطة، هاي هون ماينس 2 سي 1، لو ضربت هذه في 2 بتصير هذه 2 x. وهذه 2 وهذه بتصير 8. بتروح ل 2 سي 1 مع النقص 2 سي 1 بظل عندي 2، هذا عندي 2 سي 1 وزائد سي 2 و8 وماينس 5، بتحلها بيطلع عندك سي 1 تساوي 3. عوضها هون في اي مكان، هون او هون، تطلع سي 2 تساوي 1. انا هاي تركها الك اوكي. فاذا باجي بعوض في الجنرال سوليوشن سي 1 هنا 3 وهنا 1، هاي عوضت 3 وهون 1، هذا بارتيكولار سوليوشن. مفهوم؟ مفهوم الحل؟ في سؤال؟ اي سؤال عليه؟ اوكي هذا ايش كان على الكيس الاول. هسه خلينا نيجي نشوف كيس 2، نشوف عليه y دبل برايم بلس 8 y برايم زائد 16 y ايكوال 0. اذا 8 لامدا لامدا تربيع، 8 لامدا 16 اللي هي بي، هذا ممتاز. هنا لامدا لامدا 4 في 4 16 و4 زائد 4 8، إذن 4 و4 كونه كل بلس ريحني، بلس بلس
إذا هون لامدا 1 تساوي ماينس 4 ولامدا 2 تساوي ماينس 4. إذا جذور حقيقية مختلفة، شو بعمل؟ هذه هون واي 2 بدي أضربها في إيش؟ واي 2 في إكس، هاي ضربتها في إكس. لو كيس 2 هذه، هاي. نرجع له هاي. عوضت هون لامدا نقص 4 إكس، هون نقص 4 إكس، وهون ضربتها في إكس. أخذت الإكسبونيشال ماينس 4 إكس عامل مشترك، صارت سي 1 زائد سي 2 إكس إكسبونيشال ماينس 4 إكس، عوضت هون بدل لامدا ماينس 4 إكس، هاي. هاي مفهوم هذا جنرال سوليوشن. إذا عندي إنيشال فاليو عادي بعوض هون وبوجد. ممكن يطلع مرات الحل مباشرة معي، وممكن يطلع إيش؟ معادلات بدا حل. أوكي، خلينا نشوف الإكزامبل الثالث. إنيشال فاليو، هاي إنيشال فاليو على الكيس 2. إذن لامدا تربيع ماينس 4 لامدا زائد 4 تساوي 0. زي ما حكينا، ها برد أرجع سكر على الانيشال فاليو، ما إلنا شغل فيها هسه. أول شيء دائما بغض النظر أنا مش شايفه الانيشال فاليو، بعدين بروح أدور إذا في عندي. هون عندي إيش؟ لامدا تربيع عبارة لامدا ولامدا. هون إيش؟ 4 و 4 يعني مجموع الاثنين في الاثنين، 2 في 2 4 و 2 زائد 2 ماي 4 بيطلعن. فإذا إيش؟ ماينس وماينس ليش؟ لأنه حاس ماينس 2 وماينس 2 ماينس 4، ماينس 2 ضرب ماينس 2 زائد 4. إذا لامدا ماينس 2 تساوي 2 وهذه تساوي 2. إذا إيش أنا عندي هون؟ متساويات ضربت هذه في إيش؟ في هنا في إكس. هون ما أخذت عامل مشترك، ليش؟ لأنه النيشال فاليو عندي وبدي إيش؟ بدي أشتق. عادي خذ الاكسبونيشال هذا بتصير ايش؟ سي 1 زائد سي 2 اكس في اكسبونيشال 2، ما في مشكله. شوف هذه جنرال سوليوشن، برجع هون بقول اه في عندي هون انيشال فاليو، برجع للانيشال فاليو. هاي رجعنا هون للانيشال فاليو. اذا عندي اكس 0 واي 3، بعوض هون 0 وهون 3. اكس صفر يعني الحد هذا راح، يعني سي 1 تساوي 3 طلعت على طول تطلع. اوكي، فاذا عندي كالتالي. اذا هون ايش؟ عوض هون زيرو بتصير هذه 1، عوض هون زيرو وهون زيرو، هذا كلياته زيرو. هون عوضها ايش؟ 3. اذا راحت هذه صفر لانه اكس مضروب في اكسبونينشال قيمتها صفر، هيها. اذا ايش؟ سي 1 تساوي قديش؟ شوف طلعت على طول، سي 1 طلعت على طول، ما في. اوكي، طلعت على طول سي 1. فاذا هسه ايش انا عندي؟ عندي الانيشال فاليو الثاني هون واي برايم. اذا بدي اشتق هذا عادي، تعال نشتق. خليني اشيل خلينا نشوف. اذا خلينا نشتق، هذا مشتقته ايش؟ 2 اكس معناه 2 اكس منشر 2 اكس، هاي خلص هذا، هيو هذا. طيب هذا هون عندي اكس في اكسبوننشال، اكس في اكسبونينشال حاصل ضرب متغيرين مع بعض اشتقاقه، مشتقة الاول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الاول. اوكي، يعني يو في في، يو برايم في في زائد يو في في برايم، يعني مره بشتق هذا ومره بشتق هذا. اوكي، نيجي نشوف هسه. تعال اول مره احنا خلينا نشتق هسه. عندي هون ايش؟ هسه بدي اشتقيت اول مره هذه الفي حسب ما انا عامل هون. اذا الاكس تنزل زي ما هي، طلع هون هاي سي اكس سي اكس
اكسبونينشال 2 اكس 2 اكسبونينشال 2 اكس. هذا ايش؟ هذا مشتقة هاي. خليها بعد. هذه مشتقة الاول. نيجي هسه ايش؟ بدي اشتق ايش؟ اشتق الثاني. الثاني والاول زي ما هو، شوف هاي. مشتقته. مشتقة الاكس ايش؟ واحد. مشتقة الاكس واحد، في ايش؟ في الثاني. هاي الثاني. شفت كيف؟ هاي. هذه هي هذه. مفهوم؟ اشتقيت أول مرة الإكسبونينشال لأنه الإكس موجودة، اشتقيت الإكسبونينشال 2 إكسبونينشال 2 إكس، الإكس زي ما هي، هسا برد اشتق الإكس، اشتقيتها واشتقيتها واحد. الإكسبونينشال بضل زي ما هو، ما بشتقه الثاني، هاي. طلعت هذه المعادلة. تعال نعوض. سي واحد، إكس تساوي صفر، واي برايم تساوي واحد. أوكي؟ فإذا إيش أنا عندي؟ تساوي صفر، هذه هون بتروح زيرو. هون ظل سي، هذه واحد، هذه تساوي سي اثنين، هذه واحد تساوي اثنين سي واحد. طلعت المعادلة هذه. أنا سي واحد طلعت عندي، بعوضها هون مباشرة ثلاث، هيها سي واحد من هون طلعت سي اثنين تساوي ماينس خمسة. عوضتن في جنرال سوليوشن هاف، هاي بارتيكولار سوليوشن. مفهوم؟ مفهوم الاشتقاق شو اللي عملناه؟ كله مفهوم؟ مفهوم دكتور. اوكي، خلينا نشوف على الكيس 3. Solve the following differential equation. نفس العملية هذه أنا ما إلي فيها، هاي ها سكر عليها، هاي شطبتن ما إناش فيها، شطبن هاي. أنا بحل هذه وبعدين إيش باجي على الانيشال فاليو. لامدا تربيع 0.2 لامدا 4.01 تساوي 0. تعال أحللها، بقدرش، ما بقدر أحلل. في عندي إيش؟ معادلة المميز، اللي هي ايش انا عندي؟ اللي هي عبارة عن لامدا تساوي هاي ماينس ايه بلس بلس ماينس اوكي نكتب هون ايه تربيع ماينس 4b على 2. هذا القانون، قانون لامدا 1 و 2 بطلع لي من هون. فاذا نيجي نعوض، اذا ما دام بقدرش راح اعوض، هذه ايه؟ هذه بي، هاي هذه ايه؟ هذه بي. خلاص حددت A و B. A معامل لامدا، B معامل Y. هاي A معامل لامدا Y برايم، B معامل Y.
يعني هي الثابت هون. اذا باجي بعوض بدل A زائد 0.2 A تربيع هي نفسها هيها تحت الجذر ربعتها 4 في B هذه B ماينس 4 على 2 تعال حلهن هذه هون كله هذا ربع واضرب واطرح طلع ماينس جذر 16. خلينا نيجي نشوف هالشغلة هذه هون نشوف هون شوف جذر ماينس 16 يساوي ماينس 1 ضرب 16 لأنه زمان كان يقول لك ماينس الجذر في الماينس فيش له حل لا بس هسه له حل عندنا احنا هسه له حل ماشي هاي ايش هو حله هذا هو نفسه يساوي ماينس 1 16 هاي هذا عبارة عن جذر ماينس 1 في جذر 16 مش هيك هذول فإذا هذا هنا أعطوه الحل هاي الحل هذا هون ماينس جذر 1 قال لك يساوي جي ماي جذر 16 خلص 4 إذا جذر ماينس 16 4 جي مفهوم إذا هذيك إذا الجذر أي عدد بكون ماينس تحت الجذر خلاص باخذ جذر العدد وبدل الماينس بحط جي اذا انا عندي هون اطلع هون ايش عندي عندي جذر ماينس 16 اذا هي ايش عندي هيها عباره عن اخذت جذر الاربعه جذر 16 4 والماينس جي اذا صارت ماينس 0.2 بلس ماينس 4 جي على 2 هسا هون المقام موحد اختصرت هذه البوينت 2 مع الاثنين بتصير ماينس 0.1 بلس ماينس 2 هاي انا عندي مره بجمع ومره بطرح اذا ماينس 0.1 بلس 2 جي وماينس 0.1 ماينس 2 جي هيهن هسا ايش انا عندي عندي هذه هون هذه أو نكتبها زبطت معنا هذه ميو هذه هون أوميجا ونفس الشيء هذه إذن هذا إيش كومبلكس جزء حقيقي وجزء خيالي جزء حقيقي وجزء خيالي إذن كوساين بلس الساين إذن إيش أنا عندي بدل ميو بعوض إيش ماينس 0.1 هذه بدل ميو هيها بفتح قوس سي واحد اكسبونينشا كوساين اوميجا اكس اوميجا وين هيها اثنين هيها اوميجا الاثنين بلس سي اثنين هاي هاي اوميجا كمان هاي ما هي نفسها نفس الزاوية هاي الاشارات لا تطلع عليهن بلس ماينس اهملهن هون عادي احنا هسه هون مش بصدد الاشارات اوكي مش بصدد الاشارات فاذا هذا جنرال سوليوشن هسه تعال عوض نرجع هون في عندي انيشال فاليو هسه هيك شفت كيف استخدمنا القانون المميز قانون المميز كيف استخدمنا تقدر تستخدمه اذا ما بتعرف تحل تحاليل شفوي الامثله اللي قبلن عوض هون عوض في هذا القانون بيطلع القيم اللي احنا شفناها اوكي خلينا نكمل اكس تساوي 0 واي تساوي 0
عوضنا صفر، عوضنا إذا C تساوي صفر طلعت. C تساوي صفر. C واحد طلعت صفر. هسا الانيشال فاليو الثانية بدي أشتق هذا. بشتقه إيش؟ هذا كله قوس U في V. مرة بشتق هذا ومرة بشتق هذا. هون إيش أنا عملت؟ اشتقيت هذا هاي. هاي مشتقته. اوكي هسه ايش بدي اشتق الثاني هاي اشتقيت هذا هون هاي هاي مشتقته وخليت بالقوس زي ما هو لانه هون مشتقة الكوساين عندي ماينس ساين بايش بصير بشتق زاويه ماينس 2 ساين مشتقة الساين كوساين هنا تحت ظلت زي ما هي لأن اشتقيت الإكسبونينشال شوف أنا اللي حطيت خط أحمر اشتقيته هيو وبعدين اشتقيت هذا بتصير ماينس بوينت ون في الإكسبونينشال ماينس بوينت ون في الإكسبونينشال هي زائد ولكن هذه إشارتها ماينس فصارت ماينس باجي بعوض إكس تساوي زيرو واي برايم تساوي اثنين عوضتين طلع إيش سي واحد وسي واحد عوضتها زيرو إذا C2 تساوي 1 باجي بعوض في الجنرال سوليوشن C1 تساوي 0 يعني هذا الحد راح ظل عندي هذا الحد C2 بعوضها 1 هاي هذا بارتيكولار سوليوشن هذا بارتيكولار سوليوشن عندي أوكي فإذا خلينا نشوف الإكزامبل اللي بعديه هذا بسميه باوندري فاليو بروبلم لما يكون هون زائد واحد لما يكون زائد طلع لامدا تربيع زائد واحد لامدا تربيع تساوي ماينس واحد اذا لامدا تساوي بلس ماينس واحد اذا ايش انا عندي الجزء الحقيقي صفر ماينس واحد ايش عباره عن ماينس جي ماينس جي اذا الاكسبونينشال صفر واحد ظلت ايش انا هون معاملها ايش هون واحد هون معاملها واحد اذا صارت ايش عباره كوساين X C 2 sin X هذا general solution طلع هون Y prime أعطاني Y prime X X تساوي 0 Y تساوي 0 X تساوي باي minus 3 تساوي Y إذا تعال هاي عوضت بدل X تساوي 0 وبدل Y تساوي 3 إذا طلعت C 1 تساوي 3 طيب الانيشال فاليو الثاني مش واي برايم انتبه ما بدي اشتق هذا ارد اعوض لانه هذا مش واي برايم فاذا هون ايش انا عندي عندي راح اعوض طلعت سي 1 تساوي 3 اذا 3 كوساين اكس تساوي سي 2 بتضل زي ما هي لانه الانيشال فاليو اللي طلع لي هذا ايش اربيتري كونستانت ثابت اختياري يعني هذا ايش بارتيكولار سوليوشن بس في سي 2 مجهول ايش بصير باجي بقول لك ايش؟ انه هذا انت هذا هون كل واحد يحط اللي رقمه مثلا رقمه في الكشف هون بكون بارتيكولار سوليوشن خاص فيه سي 2 واحد رقمه 2 بصير 3 كوساين اكس زائد 2 ساين اكس هذاك 20 20 2 اكس الثاني 60 60 2 اكس هذا ثابت اختياري يسمى ثابت اختياري يعني مش شرط هنا اذا كانت واي برايم بعرف كل الواي بدون برايم راح تظل تطلع سي واحد لو اعطيتني 10 قيم بطلع 10 قيم لسي واحد اما لو اعطيتني هنا برايم راح تطلع سي 2 انا مباشره بعرف انه ما راح تطلع سي سي 2 هذه هون ايش انا عندي هذه بنسميه لما يكون لامدا تربيع بلس واي مباشر بقول بلس ماينس جي بلس ماينس جذر العدد اللي هون لو هون كانت 4 بقول بلس ماينس 2 جي لو كانت واي دبل برايم بلس 25 واي بقول بلس ماينس 5 جي هذا بسموه حله موجود باوندري فاليو بروبلم هاي باوندري فاليو لما يقول لك سولف ذا باوندري فاليو بروبلم بعرف انه راح تطلع بلس ماينس جي على طول
على طول راح تطلع بلس ماينس جي. ماشي، خلينا نشوف اخر موضوع تحملونا فيه اللي هو على اساس انه في اللكتشر هذا عشان التسجيل. فاذا هون ايش في عندي؟ ديفرنشال اوبريتر، المعامل التفاضلي. هذا ايش شو هذا المعامل التفاضلي اللي هو دي، اذا انضرب في في اي فانكشن ايش بيعمل؟ بشتقة. طلع دي واي صارت واي برايم تساوي دي اكس تربيع، اشتق الاكس تربيع صارت 2 اكس، دي ساين اكس اشتقها صارت كوساين اكس. شوف هون دي واي شو صار هون عندي؟ دي واي ايش بتصير؟ واي برايم، هيا اخذناها. في دي بتصير دبل برايم. اذا او بتقول ايش؟ دي في دي تربيع، دي تربيع واي، واي دبل برايم، دي تكعيب واي، واي ثلاث برايم، دي واحد واي، واي. اذا حسب مشتقته، حسب الباور تاع الدي بشتقة. اذا دي اربعة واي اربعة، دي خمسة واي خمسة برايم. اذا دي ان واي بشتق الواي الفانكشن بحسب الباور تاع الدي. هاي تأثيره عليه. شوف الاكزامبل سريع علي. هاي هون ايش انا عندي؟ هون المفروض يكون مضروب في واي على فكرة، هاي بس مش موجودة. هاي سؤال هون ناقص، هذا مش معدل انا. اذا شوف solve the second order differential operator. هون بقول لك differential operator، اذا y مضروب في d تربيع زائد d minus 6 y. اول شغلة ايش بحول؟ باجي بحولها بدلالة ال y ان شاء الله. هذه d تربيع في y برايم، y دبل برايم. هاي نيجي هون y dy شو بتصير؟ y برايم، اخذناها هسه قبل شوي. هون y ماينس 6 في y ماينس 6 y تساوي الصفر. خلص شوف كيف، هذه هي بس مش هذه هي حلها، انه انا هذه اول خطوه احولها بدلاله ال y حولتها. هسه بحلها عادي، لامدا تربيع لامدا ماينس 6، حللها لامدا تربيع لامدا ولامدا زائد 1 وماينس 6 يعني 2 و3، 2 في 3 6 ماينس 6، وحاصل طرح زائد 1، اذا زائد 1 وماينس 3. اذا ريال ديستينكت روتس هي تنعوض، هذا جنرال سوليوشن. اذا فقط بدي اكون عارف ايش تاثير دي 1 في واي واي برايم، دي 2 في واي واي دبل برايم، هيك بعبر عنهم. هذا هو ايش اللي هو الاكزامبل اللي عندنا. اوكي، ممكن اكتب لك اياها المعادله هذه هنا، اكتب لك ايش كالتالي. خليني اكتب لك المعادله اللي هو دي تربيع زائد زائد A D زائد B في Y تساوي إيش؟ تساوي دي تربيع في Y بتصير عندي ايش؟ y دبل برايم بلس y برايم بلس هذه القاعده اللي بنمشي عليها، هي دي في y y برايم في y تصير هون. هاي هذه القاعده اللي مشينا عليها، وهيك حولتها
بس احولها خلص بصير اشوف بحللها بوجد قيمه لامدا وبشوف اي كيس فيهن. مفهوم؟ مفهوم؟ تمام دكتور. في اي سؤال عليه الموضوع هذا؟ طبعا لازم ترجع تحل علشان تعرف انه في عند فاهم او لا.